اهلا بيكو. احنا دلوقتي في الجزء الثاني من الكورس بتاعنا Managing Stress and Being Happy. احنا في الفترة اللي فاتت او في مجموعة المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا عن الاسترس وما اصدره، وتعلمنا شوية تريكس واساليب نقدر نتغلب بيها على الاسترس او على الاقل نقلل احساسنا بالاسترس. في الجزء ده واللي جاي من محاضراتنا هنتكلم عن بعض الحاجات اللي ممكن تخليك اسعد. الحقيقة هنا يجي كلام كتير بيتقال، وهو ان السعادة عايزين نوصل لها وعايزين نعيش سعداء والكلام ده كله. عايز الحقيقة اعمل عليه شوية مراجعات علشان نتفق على بعض الكلام قبل ما نبتدي. اولا الحقيقه ان الهابينس السعاده مش نقطه وصول. مفيش حاجه اسمها ابقى سعيد. والله يعني دي جمله كئيبه شويه، خليني اغيرها. مفيش حاجه اسمها ان انا هوصل للسعاده واعيش سعيد. الحقيقه ان السعاده حاله بنمر بيها من حين لاخر. لو احنا سالنا نفسنا السؤال امتى هبقى سعيد، ايه اللي هيخليني سعيد، الحقيقه انا بدعي ان ده اسوأ سؤال ممكن تساله لروحك. ليه؟ اولا لو سالنا السؤال ده وقلنا مثلا انا هبقى سعيد لما اخد الترقيه الجايه والعلاوه والفلوس تزيد ومركزي يتحسن وكلام من ده، او قلت انا هبقى سعيد لما اشتري عربيه جديده حلوه واتمنظر بيها قدام الناس ويبقى يعني منظري ان انا راجل معايا فلوس كتير وبقدر اركب عربيات غاليه وكلام من ده، او ان انا هبقى سعيد لما يبقى معايا فلوس كتير واقعد كده يبقى يعني مخزن بالملايين وبالالوفات وما عنديش مشاكل ماليه، واي حد يقول لي عايز فلوس اقول له خد يلا بعطر وما فيش مشكله. او هبقى سعيد لما اتجوز. والله انا مستني بس اليوم، اسعد يوم في حياتي هو يوم ما اتجوز. هنا يمكن تبقى سعيد يوم ما تتجوز، بس هو السعادة هتبقى في ان انت تتجوز؟ يا ترى السؤال هيبقى هبقى سعيد لما صحتي تبقى كويسة؟ الحمد لله طبعا الصحة حاجة جميلة، بس هو انت لما صحتك تتحسن هتبقى سعيد ولا هترجع تاني لوضعك الاولاني؟ ولا انت عندك ولاد وبتربيهم واجعين دماغك وقارفينك في عيشتك ومطلعين عينك وبتقول والله امتى اليوم بس اللي يكبروا فيه ويستقلوا بنفسهم وكل واحد يروح يشوف حاله، انا هبقى سعيد لما ولادي يكبروا. الحقيقة كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي ممكن تخليك فعلا تحس بالسعادة، بس خلي بالك انك في فرق كبير من ان انت تحس بالسعادة ومن ان انت تبقى سعيد. تبقى سعيد ده حاجة وهمية. في سعادة في الدنيا طبعا الحمد لله، في حاجات كتير في حياتنا بتسعدنا. هو السؤال انت بتوصل للسعادة وتفضل هناك، ولا بعد ما توصل للحاجة اللي انت عايزها جسمك ومخك بيتعودوا على الحاجة اللي انت وصلت لها وترجع للستيت اللي بتاعتك، ستيت الحالة. الحالة بتاعت السعادة دي مرحلة بنعدي فيها. انت يومك بيبقى قاعد السعادة طالعة نازلة طالعة نازلة، وانت تطلع وتبتدي تتحرك تاني، او طالعة نازلة طالعة نازلة بعد تنزل وترجع تاني. تنزل لما تحس بحاجة مزعجة او بتضايقك، تعلى لما تعدي في حاجة بتسعدك وتبسطك. ساعات لما يجي لنا حاجة بتسعدنا نقعد سعادة بيها يوم واثنين وثلاثة وست اشهر، لغاية ست اشهر الحاجات كسبت
10 مليون جنيه. 10 مليون جنيه النهارده ما يجيبوش حاجه كتير يعني، بس كسبت 10 مليون جنيه مش هبقى مبسوط؟ هبقى مبسوط، هبقى مبسوط. اي واحد طبيعي لما يكسب مبلغ كبير من الفلوس هيبقى مبسوط، وبعدين يبتدي يجيب الاحتياجات الاساسيه بتاعت حياته، ولسه فاضل معاه بدل 10 بقوا 9، لسه معاه مبلغ كبير. لكن بعد شويه بيتعود على حالة السعادة دي. أول ما تعود على حالة السعادة دي بيرجع للمستوى الطبيعي بتاعه، بدل ما كان فوق يرجع تاني للمستوى الطبيعي بتاعه. هو السؤال بقى، يا ترى إحنا نقدر نزود حالة السعادة بتاعتنا بالحاجات اللحظية دي؟ أيوة. طب حلو قوي، يبقى فعلا بقى ندور على الفلوس، ندور على الجواز، ندور على ان احنا نربي العيال ونخرجهم، ندور على الترقية، ندور على هتسعدك الحاجات دي، هتسعدك لمرحلة قليلة. لكن للأسف ان دي بتسمى اهداف، والاهداف عايزة ترقى. مثلا لو ترقيتها بقى مبسوط، لو ما ترقيتش هيحصل ايه؟ لو ما ترقيتش هنزل، لو ما ترقيتش هيحصل لحالة احباط، اتضايق. مستوى السعادة، مستوى احساسي بالسعادة هينزل جامد، وحس بالاحباط شوية، حس بالاكتئاب شوية. طب امال ايه؟ دايما ما تخليش سعادتك مبنية على الاهداف، خلي سعادتك مبنية على الاعمال. تاني، ما تخليش سعادتك مبنية على الاهداف، لان الهدف مش في ايدك، النتيجة بتاعت اللي بتعمله مش في ايدك، مش ممكن هتبقى متأكد ان النتيجة اللي انت بتسعى ليها هتوصل لها بأي حال من الاحوال مهما عملت. ممكن ربنا يوفقك وتوصل لها، وممكن ربنا يوفقكش وتوصل لهاش. هو السؤال، لو وصلت لها هتبقى سعيد؟ لو ما وصلت لهاش هتبقى مكتئب. يبقى امال نعمل ايه؟ ندور على اللي ايه الحاجات اللي بتسعدنا واحنا بنعملها، ايه الحاجات اللي ممكن نتحكم فيها. احنا ما نقدرش نتحكم في النتائج، خلي بالك، انت ما تقدرش تتحكم في النتيجة، لكن تقدر تتحكم الى حد كبير في ايه اللي انت هتعمله. مثلا انا اقدر اقرر ان انا اخد بعض دلوقتي وانزل اتمشى شوية في الشارع، صح؟ ما اقدرش اتحكم في ان انا لما هتمشي شويه في الشارع هوزن هينقص نص كيلو، ولا اقدر اتحكم ان انا لما امشي في الشارع هشوف حاجه جميله تبسطني، ولا اقدر اتحكم في ان انا لما امشي في الشارع ما فيش عربيه تخبطني، صح؟ لكن عندي حاجه اقدر اعملها، وانا ما فيش مؤثرات كتيره تمنعني من ان انا اوصل لها، وهي ان انا انزل امشي في الشارع، صح؟ دي ده بقى هنا ما بقاش هدف، ما بقاش نتيجة، وإنما بقى أكشن، بقى حاجة أنا هعملها وأقدر أعملها إلى حد كبير بتيسير من ربنا. يبقى أنا أقدر أخد فيها قرار وأشوف هعمل إيه. يبقى إحنا دلوقتي في الفيديو ده وضحنا نقطة مهمة جدا، أرجو إنها تكون وضحت، وهي إن السعادة مش وصولك للهدف اللي أنت عايز توصله. الهدف اللي انت عايز توصله هيخليك سعيد ان شاء الله، بس الفترة محدودة. لكن مشكلة الهدف وانك تبني سعادتك على الهدف، هي انك لو ما وصلتش للهدف، لان النتيجة مش في ايدك بأي حال من الاحوال، النتائج مش بايديك، الاعمال هي اللي بايديك، هتلاقي حصل لك ديبريشن، حصل لك اكتئاب، حصل لك ديسابوينتمنت، بقيت محبط لانك ما حققتش الهدف. تعالوا مع بعض نشوف في الفيديو الجاي ان شاء الله ازاي نزود فرصة ان احنا نبقى سعداء. اشوفكم معايا في الفيديو الجاي ان شاء الله.